هي الزوجة والضحية الأولى للملك هنري الثامن، أحبها الكثيرون وتضامنوا مع قصتها وعشقوا شخصيتها الطيبة ونزعتها الأخلاقية والدينية. هي أيضا ابنة فرديناند وإيزابيلا اللذان افتك الأندلس من المسلمين وقام فيها بإبادة كبيرة. تعتبر أول سفيرة في أوروبا ووالدة أول امرأة تعتلي العرش في إنجلترا. دعمها البابا في قضية طلاقها مما أدى إلى انفصال إنجلترا عن الكنيسة وتغيير مذهب البلد بأكمله. عن كاترين أراغون نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارت الثقافة. قبل أن نواصل عزيز المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. عاشت كاترين أراغون ما بين سنتي 1485 و 1536، أي أنها عاشت حوالي 50 سنة. كان ميلادها في 16 من ديسمبر، وكانت أصغر أبناء الملك فرديناند الثاني ملك أراغون بقاء على قيد الحياة من زوجته الملكة إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة. وبالتالي فإن هذه الأميرة كانت ابنة ملك لبلد وابنة ملكة لبلد آخر أكبر. توصف بأنها كانت قصيرة القامة وبأن شعرها كان أحمرا طويلا، وكانت ذات عيون زرقاء واسعة ووجه مستدير وبشرة فاتحة. ومنذ أن كانت في الثالثة من عمرها تمت خطبتها لابن ملك إنجلترا هنري السابع وهو آرثر أمير ويلز. وفي سنة 1501، أي عندما كانت كاترين في 15 من عمرها، تم زواجها من آرثر الذي كان يكبرها بسنة واحدة فقط. ولقد دفع والداها مهرا للأمير قدره 200,000 دوكات. يذكر بأن آرثر كان سعيدا لزواجه من كاترين، حيث أنه كتب لوالديه قائلا بأنه سيكون زوجا حقيقيا ومحبا. أخبرهما أيضا بأنه كان سعيدا للغاية عند رؤية الوجه الجميل للعروس، إلا أن الزوجين الشابان وبعد عدة أشهر من زواجهما أصيب كلاهما بمرض التعرق الذي كان يجتاح المنطقة. توفي آرثر في 2 أبريل سنة 1502، فيما تعافت كاترين التي كانت تبلغ من العمر أنذاك 16 عاما. ولكن هذه الأميرة الصغيرة وجدت نفسها أرملة، ووجد ملك إنجلترا نفسه في موقف صعب، حيث أنه كان عليه أن يعيد المهر الذي أخذه إذا تمت إعادة كاترين إلى أهلها. فكر الملك هنري السابع في البداية في الزواج من أرملة ابنه كاترين، إلا أن والدها الملك عارض ذلك بشدة وقال بأنه زواج غير شرعي. ولذلك فلقد تم الاتفاق على أن تتزوج كاترين من ابن هنري الآخر وهو الأمير هنري دوق يورك. هذا الأخير كان أصغر منها بخمس سنوات، ومع ذلك فلقد كان زواجها منه هو الحل الأنسب. وبما أن الكنيسة كانت ترفض أن يتزوج شقيق من أرملة أخيه، فلقد شهدت كاترين بأن زواجها من آرثر لم يكتمل أبدا. وهذه النقطة أعزائي هي التي سيعتمد عليها الملك هنري الثامن بعد ذلك في طلاقه من كاترين أراغون. المهم فإن زفاف كاترين الثاني لم يتم سوى بعد 7 سنوات من ترملها، حيث أقيم حفل الزفاف في 11 من يونيو سنة 1509. ولقد شغلت كاترين في تلك الفترة منصب سفيرة أراغون وقشتالة عند إنجلترا، ولهذا تعتبر أول سفيرة في أوروبا. في تلك الفترة كان حموها هنري السابع يتوقع دائما بأن يتم التلاعب بها بسهولة، إلا أنها استمرت دائما في إثبات خطئه. تركت هذه الأميرة انطباعا جيدا عند كل الناس، فحتى عدوها توماس كرومويل قال عنها مرة، إن لم يكن من أجل جنسها كان من الممكن أن تتحدى كل أبطال التاريخ. وذلك طبعا لأن كاترين أراغون اشتهرت بإصرارها وصمودها وقوة شخصيتها. كان ذلك واضحا خاصة بعد زواجها من هنري الثامن، حيث تم تتويجها ملكة على إنجلترا مع جلوس زوجها على العرش. وعندما كان هنري الثامن في حرب في فرنسا، غطت كاترين غيابه بكل قوة ونظمت أمور المملكة وخطبت في القوات المسلحة التي كانت أنذاك تحارب إسكتلندا. وعندما انتصرت القوات في المعركة، أرسلت كاترين إلى هنري قطعة من المعطف الملطخ بالدماء للملك جيمس الرابع ملك إسكتلندا. المهم فلقد كانت كاترين زوجة محبة وداعمة لزوجها. هذا الأخير كان يحبها ويحترمها، إلا أن مشاعره تجاهها بدأت تخفت مع عجزها على إنجاب وريث للعرش. أنجبت الملكة 5 أطفال توفوا كلهم أثناء الولادة، ما
ساعد الطفلة ماري التي ستصبح فيما بعد الملكة ماري الأولى. أصبح زوجها الملك مقتنعا بأن زوجته كاترين لا تستطيع أن تنجب له وريثا ذكرا، ليبدأ في اختلاق الأعذار لإبطال زواجه منها. ومن أقوى حججه أنه ادعى بأن زواج زوجته من أخيه يجعل ارتباطه بها لاغيا. وبعد أن قاومت الملكة كثيرا، انفصل هنري عنها عنوة وأرسلها لتعيش في عزلة عن العالم، إلا أنها لم تعترف أبدا بطلاقها منه. وكذلك كان موقف البابا في روما الأمر الذي أدى إلى إعلان الملك هنري الثامن انفصال إنجلترا عن الكنيسة البابوية. ولقد كانت كاترين تقول دائما: لم يدعني الله أبدا إلى دير الراهبات، أنا زوجة الملك الحقيقية والشرعية. أسقطت كاترين أراغون من منصبها وتوجت آن بولين سنة 1533 كملكة لإنجلترا. يذكر بأن هذه الأخيرة كانت حزينة دائما، ولقد توفيت بعد تتويج آن بثلاث سنوات، فكانت وفاتها في 7 يناير سنة 1536. ظن الكثيرون بأنه قد تم تسميمها من قبل آن بولين وهنري الثامن، وذلك لأنهم وجدوا قلبها أسودا تماما بعد وفاتها. إلا أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن الشيء الوحيد الذي يجعل قلب الإنسان أسود هو سرطان القلب، وبالتالي فإن كاترين أراغون ماتت بهذا المرض ولم تمت مسمومة. وطبعا فإن هذا الأمر لم يكن مفهوما في ذلك الوقت. لم يحضر هنري الثامن جنازة زوجته الأولى، كما نهى ابنته ماري أيضا عن الحضور. هكذا انتهت حياة الملكة التي أحبها الشعب الإنجليزي، إلا أن ابنتها ماري ستصبح بعد ذلك ملكة إنجلترا، ليكون في ذلك إعادة اعتبار لهذه الملكة. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.